إسلام 101. تسمح لنا نأخذ أحبابنا في العراق كثر حيثمنا الجميع أن يحدثك يا شيخ. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخ عبد الكريم من العراق، تفضل. تحية لك أخي الفاضل وتحية للشيخ الزغبي محمد و اسمحوا لي أنا بصراحة يعني منذ زمن أحاول أن أتصل بكم ولا أستطيع، والآن قدر الله عز وجل. يا إخوان تفضل. أنا من بغداد أناديكم من بغداد، ماذا أصابك يا بغداد بالعين؟ ألست قد كنت يوما قرة العين؟ أنا أناديكم من العراق يا خليلي، هل في مصر عين حزينة تبكي على بغداد لعلي أعينها؟ يا شيخ محمد أنا كنت معتقلا عند آلاف من أهل السنة رجالا ونساء، وحملوني أمانة قالوا لو نفذ من أهل الإسلام من ينصرنا استنجد بروسيا، استنجد بأي إنسان ينقذ ما حملت نساؤنا سلاح الحدود وسلاح السنة ومحمدا ونبيا. حرقت اللحى يا شيخ، وضعت في أسفار الشيوخ، طلب مني أن أحشرك على ركب عائشة وعلى ركب أبي بكر بابين بابين، فتسقوا في وجهي فوضع النجاسة على لحيتي. انقذوا أهل السنة ومحمدا ونبيا، ما إسلام حمل ابتسام الاعتقاد، حملت الطغران السنة على السنة، يعلمنا في الشوارع رحيل أهلية في عمر وبكر وعثمان، وبعد منا من أصحاب رسول الله بعد ما نحكي لنا نفسي عن عائشة، قلنا لا فاقطعوا أصابعنا وقلعوا أظافرنا. يا شيخ حملوا كرمان، اللهم اشهد إني بلغت، رأيت فتاة تختصر وتقول والله انا ماكر والله انا حرمت والقران، ثم قالت تنادي فليذهب الى رسول الله ويقول عز الرجال عز الرجال، ارض رسول الله يحتاج يا شيخ. اسمعت اللفظ الدوام، لا زالت اعماق الحق على المشاكل حتى في جنسي، يعني فقط ابني اسمه عمر وبنته عائشة، لقد عرفوا طفلا في القرن ووضعوا عليه البصر لان اسمه عمر، عمره 3 سنوات وقد نموه لابيه. اللهم اشهد، اللهم اظلمنا، هل من مغيب اما من معتصم يغيب اما من ابن سيدنا معكم الله أخي عبد الكريم، نسأل الله جلت قدرته أن ينصركم على أعدائكم وأن يعيد للعراق عزها وكرامتها ولأهل العراق. اصبروا وصابروا، فالله معكم، الله معكم، الله معكم، نحن جميعا معكم. كل الذي نملكه على هذا المنبر أن نقول كلمة الحق، وأن ندعو عامة المسلمين أن يرفعوا أيديهم للسماء للعظيم للقادر على كل شيء أن ينصركم بإذن الله. نسأل الله ذلك. اصبروا وصابروا وأنتم إلى خير بإذن الله. قلوبنا معكم. حفظك الله يا أخي عبد الكريم. هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي.